عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول يعني هذا من الحديث القدسيه يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واسد فقرك والا تفعل املا يديك شغلا ولم اسد فقرك الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه واحمد وابن ابي شيبه وابن حبان والحاكم وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهما املا صدرك غنى يعني يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك او صدرك والقلب في الصدر والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال ابن مفلح في الاداب الشرعيه اسناد حديث جيد حديث جيد وروى ابو نعيم عن خيثم بن عبد الرحمن قال مكتوب في التوراه يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واسد فقرك والا تفعل املا قلبك شغلا املا قلبك شغلا ولا ولا اسد فقرك والحديث هذا فيه قوله يا ابن آدم وهذا نداء عام لا فرق في بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود فمن استجاب كان له الوعد ومن لم يستجب نزل عليه الوعيد تفرغ لعبادتي قال القاري أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك اجعل القلب متفرغاً لعبادة الله دعاءً تلاوة مناجاة خوفا رجاء توكلا حياء إخلاصا ام اجعل املأ بالغ تفرغ لعبادتي بالغ في فراغ قلبك خشوعا في الصلاة احتسابا في الصيام خضوعا خشوعا في الحج وهكذا تفرغ لعبادتي بالغ في تفريغ قلبك لعباده ربك كن فارغا عن كل شيء الا العباده اصرف وقتك فيها هذا من كلام الشراح تفرغ عن مهماتك لطاعته لا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت اهلك وقال العلاء رحمه الله امر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته ومن جمله ذلك ان لا يكون في القلب شاغل عن الاقبال على طاعته سبحانه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر بان الفراغ من النعم التي لا يليق اهمالها فيض القدير طبعا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال اسم لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا فالحب يوجب الذل والخضوع والطاعة والقلب لا يصلح إلا بعبادة وحده طيب هل المقصود من الحديث التفرغ التام للعبادة وترك مهام الدنيا وإهمالها بالكلية ثم الناس ما حالهم في هذا الأمر في ناس هناك ناس مكفيون يعني ترك له أبوه عقارات مؤجرة مثلا هذا ايش يتعب؟ في ايش يتعب؟ لا يكاد يتعب هذا عليه واجب عظيم في شكر الله هذا لو يروح يشتغل في التجارة ويفتح أعمال ويسوي يعني هذا مسكين لأن الله أعطاه شيئا دارا لا تعب فيه فيفتح مجالات زيادة ليش خاص هذا خطأ واضح يعني هذا بالنسبة لفهم موضوع أن وللآخرة خير لك من الأولى هذا ما هو ما هو فاهم الهدف ليش خلقه الله ما هو فاهم فاهم نظريا بس عمليا لا يعمل بما يعرفه نظريا في فاصل بين معرفته النظرية وواقعه العملي هذا نوع في نوع آخر من الناس عطال بطال عال على غيره يعني يأخذ من مال أبيه من مال أمه من أخته الموظفة ما يبغى يشتغل فهو ما هو مشتغل بالدنيا ليس زهدا فيها والدليل انه يحسّن علاقاته مع اخته في اخر الشهر ويتضارب معها في اول الشهر واضح خلاص ومثل هؤلاء ايضا من يعيش على السرقه انا مره جرى بين حديث جرى يعني حديث بيني وبين بين واحد من الشباب يعني هاتفي يعني لا اعرفه قلت انت الآن يعني ليش مضيع نفسك في المخدرات؟ طب اصلا من فين تجيب فلوس عشان تشتري مخدرات؟ قال عندي سيارة أوصل عليها بالأجرة مسروقة كم موديلها؟ قال وخمسة قلت 2005 وتوصل قال والله الان على العيد ناوي اسرق وحده جديده طيب ليش ما تروح تشوف وظيفه كويسه تشتغل فيها حلال قال انا عندي وظيفه قلت ايش الوظيفه قال اروج يجي ناس يعطوني ثلاثة كيلو حشيش يقول روجها يعني في ناس سبحان الله العظيم يعني هو هو هذا ترى ممكن يكون من النوع اللي ما هو يعني جدا حريص على الدنيا لانه اذا يعني اذا اذا احتاج سياره يسرق اذا احتاج مال يروح ياخذ كم كيلو حشيش ولا حبوب يروح يروجها مشوار وخلاص يجمع الاخر يكفي شهر شهرين ثلاثه في ناس ترى في الواقع كذا عايشين ما هو هذا شيء طيب هؤلاء يعني يعني هو ما هو هلوع لما يبغى بس من الحرام يعني لما يحتاج يروح يدبر نفسه وفي ناس عطالين بطالين على التسول ففي في يعني من جهه الان ترى في المجتمع يعني سبحان الله العظيم تجد الناس الهلوعين الجشعين الطماعين يشتغلون في كل مجال من الصباح الى الليل كله شغل 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 ورا يعني يبغى يجمع مال اكبر ما اكبر اب اكبر مبلغ يجمع هذا خلاص من النوع اللي يعني ما ما عنده في وقت يعبد الله يعني وحتى لو دخل في الصلاة كلها يحاسب مو يحاسب نفسه لا يحاسب الدكان الأول الدكان الثاني مشروع الأول مشروع الثاني المذي بس يجرد محلات يجرد تجارات يجرد فكر كذا كل همه في ربحت وخسرت واشتغلنا وما اشتغلنا وبعنا وما بعنا وبكم بعنا وكم راس مالنا وكم ارباحنا وكم التكلفه وكم عنده ميزانيات يعني في الصلاه ميزانيات اللي داخل واللي طالع والكم واللي وجمع وضرب وقسم شغال عمليات حسابيه ولذلك هذا مشتت مشتت يعني في ففي ناس مشغولين بالدنيا وفي ناس عطالين بطالين يا على الحرام يا على التسول او اخذ المال بالاحراج بالاحراج يعني في ناس ما يسرق لكن لكن يحرج غيره ليعطيه او يستدين ولا ولا يوفي يستدين هو ناوي انه ما يرجع وعايش على كذا يعني قد سئلت قريبا سؤالا ان لدي من الاقارب واحد عايش على هذه الشغله يستلف وما يرد ويروح يستلف وما يرد يستلف ثم الناس يجوا يطالبون يقولوا اخوكم ما سدد قريبكم ما سدد فنروح نسدد عنه طبعا يعني هذا هذا اخذ المال بالاحراج يعني اخذ المال هذا هذا اصلا هذا من انواع من اكل المال بالباطل اللي الذي ياخذ اموال الناس يريد إتلافه اتلفه الله طبعا كان السؤال هو هل يجوز ما نسدد عن قريبنا هذا حتى لو دخل السجن ولا تعتبر قطيعه رحم؟ الناس بعض الناس عندهم يعني ايضا ورع وخوف من الله يعني الان لو قلنا لو جاءنا واحد قال اخوكم ما سدد اذا ما ترى سدد ترى بشتكي وادخل يدخل السجن نقول خله يدخل السجن هل نفعل ذلك ولا علينا اثم؟ طبعا مثل هذا اذا تمادى اذا تمادى خلي السجن يربيه يمكن سبحان الله يمكن يتربى في السجن لأن الحرية لا تصلح له يمكن السجن يصلح له أو يصلحه فلا يعتبر من قطيعة الرحم يعني هذا كل واحد يجي والله يقترض 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 يقترض, يقترض, يقترض وروح بعدين شو ارمي على أقاربك وارمي على أسرتك وعلى عائلتك وخلي يسددوا عنك هذا ما هذا ليس مما يجب أن يعني ينقذ لأنه يتمادى يتمادى يعني ما 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 في حد يعني لأنه بقية السؤال وأولاده تربوا على كذا والآن بدأوا نفس الشغلة كبروا واشتغلوا بشغلة أبيهم مهنة 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 إيش عمل الوالد؟ هو كذا الحين هذا يعني يا ليت أن هؤلاء مثلاً قالوا والله ما دام جانا مال من غيرنا بدون تعب بس استجداءات وإحراجات واستدانات بدون نية الإعادة ليتهم راحوا تفرغوا العبادة يعني راح مثلاً جعل خلاص الآن في المسجد لا يروح شغل شغلين تسكعات مقاهي ألعاب إلكترونية وخلاص يبدأ الأموال هذه اللي جمعها بهذه الطرق بالشحاذة والاستجداء وبالاستدانات الباطلة والإحراجات يبدأ يعني ينفقها في أشياء تشغله عن الله والدار الآخرة الشاهد أن الناس الناس أنواع في في موضوع يعني الشغل الاشتغال بالدنيا ليس المقصود من الحديث يا ابن آدم تفرغ هذا نص الحديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك ايش معنى تفرغ لعبادتي هل معناها ترك الاكتساب للانفاق على الاهل لكف النفس عن السؤال لا وانما المقصود انك تكف نفسك عن السؤال وتنفق على اهلك ولا تشتغل باشياء اضافيه لا تحتاج اليها تشغلك وتلهيك عن عباده الله اصلا الفقر يعني اذا واحد يستعيذ بالله من الغنى المطغي يستعيذ بالله ايضا من الفقر المنسي لانه احيانا يصير يعني مشغول نفسيا مهموم ملاحق من ملاحق من الدائنين قال الحافظ العلاء رحمه الله امر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته بحيث لا يكون القلب مشغول عن الطاعات اذن ليس المقصود من الحديث ترك الدنيا واهمال الدنيا بالكليه ولكن المقصود الا تشغلك الدنيا عن الاخره واكتفي فيها بالكفاف كما روى الامام احمد رحمه الله عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه قال طيب عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه بكى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب هذا إذا كان السند صحيحا معناها أن الحسن أدرك سلمان رضي الله عنه سلمان عمر والحديث صححه محققون المسند على أي حال محققون مسند أحمد طبعت الرسالة قال سلمان بكى سلمان رضي الله عنه عند موته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأهله إلا بالشيء الطيب القوت ما يسد الرمق وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك طبعا الآن وعصرنا يا جماعة عصر مختلف تماما يعني يعني من زمان كان واحد ياكل يعني خبزة شعير خلاص الآن الشعير على في الدواب اسمه مو معتر يعني طيب تقول له يعني القوت يعني فقط يعني رز قمح تمر يقول لا كيف هذا صنف واحد وبعدين تبغاني شلون يعني انا اكل بس رز طبعا يعني ليس حراما هو ياكل ياكل ما يريد من الطيبات لكن في النهايه قضيه اشتغال القلب عن الله هي 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 ما نريد الفرار منه إذا انشغل القلب عن الله لا عاد فيه خشوع في الصلاة ولا فيه تركيز في العبادة يفقد لذة الطاعة وينشغل عن أطيب ما في الدنيا لأن لذة الطاعة أطيب من أطيب أكلة وألذ وأشهى من أعظم مركوب وأحسن ملبوس كان ابو جعفر النسفي رحمه الله من علماء الحنفيه فقيرا متزهدا بات ليله قلقا لما عنده من الفقر والحاجه فعرض له فكر في فرع من الفروع كان اشكل عليه يعني مساله شيء في الفقه فانفتح له فجاه ادرك حل هذه المشكله انحلت اتضحت فقام قام قام يعني يمشي مشية قام فرحا يعني ما ويقول أين الملوك وأبناء الملوك فسألت امرأته إيش فيك إيش فيك إيش اللي صار يعني إيش الجديد يعني ما في شيء جاء للبيت أين فأخبرها بما حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله فمن شغل من انشغل بامر الاخره وجد في قلبه من الغنى والفرح اعظم ما يجده الملوك وابناء الملوك من الدنيا وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال ابن القيم رحمه الله اغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القران والايمان عن الفرح بما يجمع اهل الدنيا من المتاع والعقار والاثمان فمن فعل ذلك فان الله سبحانه وتعالى يسد فقره كما جاء في الحديث واسد فقرك يعني اسد باب حاجتك الى الناس والا تفعل ما امرتك به من الاقبال على الاخره والاكتفاء من الدنيا بالكفاف ملات يديك شغلا اشتغالا من غير منفعه وهذا على فكره حال كثير من اصحاب الاعمال اليوم. يقول لك يا اخي فاتحين فاتحين محلات ومستوردين بضاعات ولنا شغل في السوق بس ما في ارباح ما في ارباح هذا موجود هذا حال بعض الناس اليوم شغال عمال وموظفين ورواتب وطالع وداخل وفواتير وايجارات وبضائع واستيراد وجمارك وتطلع ودخل لكن في الأخير يقول لك ما ما في أرباح ما في أرباح يعني ملأ الله ملأه الله شغلا بس بغير منفعة ما في فائدة أو ما في بركة تجي الفلوس من هنا تروح من هنا ما حسينا فيها ما حسينا فيها ما وما زال علينا مطلوبات ومتطلبات وعلينا علينا مسؤولي مسؤوليات وأشي قال ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك يعني ستتعب وتتعب وتكدح ويبقى تبقى حاجاتك وتبقى احتياجاتك فإذا من انشغل بعبادة ربه وأفرغ قلبه لها جعل الله الدنيا تقبل ما يأتيه من ما قدر من الدنيا سيأتيه رغما عنها وعن أربابها والله سبحانه وتعالى سوف يجمع عليه قلبه ونفسه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد